هدو دعارك كوتشيرنا نقول دعارك ساعتستو هدو نمت قاتلنا نمت عاتستو سيتلقو شقيا ونكسن إله الرحمن كا أولين معادي النوا ذي نقول كوكفرني أو دعاري علاجك بدلني وحن تدخل هاي بانولنا ذي غير شمال اللين هاي وحن أيضا نلوا ذاكين بعد شفته وسكوجنا هاي مروان نوعب تقال فضود بانولنا كفرك يا كذابك يا كذاب لا أنت كبيرك كرامة الردي يا كرونا الله بيني حكومة Soomaaliland مسؤولين تسرسر حسبها معارضك وضني يمنع رقمات كلاب بلاد أردوان كديري ديجان كعلي ساهد عياسي رسمي أوسو قبقبية عرنتاسي مناسبة بلارن أولو قداري نايد نعيضا لبضا بلاد أولا لها أولا ديجان كعلي ساهد وحقوب جوكها وزيرا كترسن حكومة Soomaaliland مسؤولين تسرسر حسبها معارضك وضني حل بارناك كالترسن قوتي دا وكيلة دا يديجان كا مدح دقامات عقال صلادين مامل كقبل كتقدر مجاهدين مدن إيا قويهن وقهرين سلطان قود سلطان عثمان سلطان علي قدوميها قد ذكر حاجي سلطان أحمد عثمان عدا قده يا سلطان حسن سلطان عبد الله أوفري هذلك أيا كدير هذي مهيمة دايلة ذاهي نبضو يقو بلان قادين يسيو وضيان اسكو سودوين تالبادة بيلود ادرت عولادة كد أحمرتي ديگان كعلي ساهي دي قبل كتقدر maalintii hore waxa ay noo dhacay shirkii koobaad buu xabad joojintii maanta waxa ay noo fadhinaa dhaartii ku xigi jirtay marka ay runtaro kala dhacdo oo waayeelka iyo wax garadka maxay idii cidda kolba wax ka dhacdaan ay hadii jeer de loo qaadi jiray si aaminku si adkaado marka waxaan leeyahay waxa weeye inta waxaan raacinaya fidmo way iska dhacdaa dibna way u dhacaysa waxaan leeyahay waayeelka iyo wax garadka magaaladan degan iyo inteena u timiba hortaan waxa weeye inta idin timi waxa idin ku timi oo idin ku soo gurmatay إلي وصي هالكا بيلها دحضو ذكر دعاي في المضاير إلي دي الله بقتيان إن شاء الله هو بقتيه داري الله مرمر كي شقاقوي يكون دعان وحن اسلي انتي انا كي يتي وقرح ضبطنا يدوي وحن ما هذنا إنا إلهي سبحانه وتعالى وحن كما هذنا إنا إنو إنو وافتشيي وهو يدعانا إنه إلهي سبحانه وتعالى غيب توراكسن إيه اللي ماذا إيه كرامة ماذا إيه شرفتا نبي عليه الصلاة والسلام بالليل اللهم إنا نسألك أمن والإيمان حتى إيمانك أمنك كورية وعليه أسامة على ذو تلاهظة هاني كنت كتورتا هاني كنت كتورتا بركي أين صوبحني لبدا بيلود هجامه ugu sareeya waxaan isla qaadanay maadaama haari gunta ka toronto in labada beelood ee walaalaha isku filayeen dhameysan karaan haajadeeni sidaas ayuu u sheegnay cid wal oo walaalaheena guusha koobaad ee maanta halka ka dhacday kalsoonidii ay labada beelood ku bilaabeen أيها كوكا وسيرو مسؤولين تحسبك وطني برصابك قبلك تقدر صلادين مدح نقامات حل بارنو مجاهدين سياسين إيا مدن كريم وكا هذه مناسبة لقو دارين يلابادا دينا عدريتو نحتالو أيا شاقين يسود وينيين إن حكومة دوار داري سلابادا دينا سيدا يوغا وضا شاقين لهايين نبات قليا دا ديگان كعالي ساهد يا ديگان دا ودو دو عيد كستا هدانا إمامك قبلك يك الدقمدا ee noo soo gurmatay shaqada ka dhacday hawdka burco haduu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland haday tahay asxaabta qaranka haday tahay golaha wasiirada haday tahay golaha baarlamaanka haday tahay golaha guuntida haday tahay salaadiinta iyo boqorada iyo ugaasiyada iyo wax garadka iyo siyaasiyiinta iyo cuqaasha dhamaan inta noo soo gurmatay oo shaqada inay nagala qayb qaadato daminteeda iyo xal helideeda waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran
إلهي بنكم هذا قينا ما أنت وناك يسافكرت يجرمت ينبدي نوجو بتلي وح كستوحن وعنو ما هذا قيا أنتي كسوقي بك شيء الله تريد وإني قامبر فقبتها وأنا أقول عن وحمش اللي جت جيا وأضيع شيء دكان كها إيوه ما ملكي ده قبلها لبدوا وها حلوين بقى سعر ماية وإن بتجلي لا إلى عين تهدا كسعر ماية مالي أول بنا تدي هو عدة دراسات قاعد يسوى عدة والنور على ما ذهب بلا يحيى وروح ذكر الحياة بس كم حياة تي سو علي أقول كي سو علي بدك الصباح كان تكبر فين بعد قرب تبغى صوت نغلو إلى ورثي بقرصه وحيس عشيه ما بركا ماشي كم حياة لو حنو النهاي ده دون إياه أما يسكمله أما يسجعل أما يسدلي أما يسكمله oo ay naga dhaxayso nafiya malba wadad garanaya waxay wada leeyeen iyo waxay kala leeyeen ba isku ma daahayaan hadii lay sudayo oo laga ilaaliyo oo wasiirka uu qafto uu kacay wali ma ku xasaad mikrofoonka u dhigtaa tiray idin kula ka dhaartay inaan siyaasadeynaynin anagoon mucaarad iyo muxaafid oo idin kala guraynin laga ilaaliyo arinta siyaasada oo laga ilaaliyay in la gacmo kala soo galaan waxaan qabaa in aan casharka isla gaarin halkeed waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay daarta ay qaadeen Ilaahay waafajiyo sida ku socon lahayd iyo sida xaq ku ahayd in Ilaahay waafajiyo oo u jano ugu bedelo oo aanu cadaab uga dhigin nabadgelyadaasi qiimahay ugu leedahay labada reer ayaa aniga isoo dhaqaajiyo halkay qof kasto halkan joogana nin sari iyo nin hoose waxaan is leeyahay sababta halkan keentay fadhiisay taas weeyii bini'aadamku carab iyo labadiisa oo aan iskhilaafinay ma jiraan waxa markhaati ka tiinay yihiin dad wada nool oo isdhalay oo deegaankooda halka maanta laga hadlayo dad kuma koobna ciise muusiye habaryoonis markaad ka soo bilowda ow barkadle wixii xeel ka soo xiga iyo xeelkan aynu joognay iyo hawd markaad eegto war meelay ciise muusiye habaryoonis u kala maqan yihiin garan mayno imanka marka inuu halkaa ka kacno iyo inta aanu fadhinno qof kasta waxa waajib ku ah mid maqlayay iyo mid daartay waa inuu u dhaaranay inta aan dhaaranina waxa waajib ku ah in la ilaaliyo ninkii muxuu ahaayey nabadda ka shaqeyn jiray baana maalintii dhaweyna ninkii ku baaqay baana xagga joojinta ku baaqay ayaanahay sidii hore ay u weeyeen ayaa u weeyeenaysaan dadkiina noo yimi inno soo gudmaday beesha halkan shaqada halkan ka soo dhacday ugu soo gudmaday waa tii la isku lahaa waa tan isku lahayn haddii dawladdiina iyo haddii shacabtiina waxaan aragnaa inaan nolo kala hadhin in hamiyad weyn la siiyay madaxweynihii baa yimi wasiiradii baa yimi xisbiyada mucaaradka ahaaba ugu sarreyntoodii wada yimaadeen cid halka kan ka maqnay ma jirin aad iyo aad baan arrintaasi ay noo taabanaysaa waxaan kaloo ku dardaarayaa labada reer aase xadiid baa halkan go-aan ka dhiibay waxaan lahay nin baa nin yoomaasi war magacaa mas-uuliyadooda la yidhahda lagaaga fadhiyey waxaanu idinka fadhinaa wanaag baa markii hore ku bilowdeen inaad wanaag ku dhamaysaan wanaag ku wada hadashaan oo cid walbaa xil furataan oo caqligii waxaan ahay inaydi ku yimiinay aad la timaadaan ilaahayna waanu idinka baryaynaa inaydu ku sugo waana idinka filayna waxa weeyaan dhibaatadii halkaa ka dhacday inaydu gacanta ku qabanno ilaahay maadii ilaahay baa mahadaale halkan hadday tihiin labadiina beereed miisaanka halka yimi ee halkan isugu yimi waa aragtaa looma kala hanin inta hadhe waxaa la idinka baahan yahay karaamada iyo quruxda iyo wanaagga reer soomaaliland oo naana idin kala hadin inaad maanta ku soo aftirtaan xildoonka ahee mucaaradka iyo xisbiyadan iyaguna dadkay wax ka doonayaan oo dadkano iyana way ku qasban yihiin inay nabadda ka shaqeeyaan oo dadka u shaqeeyaan oo hawsha ay u qabtaan waxaan leeyahay howlaha la qabtay in badan laga mahad celinaya maanta waxa weeye howlo waajib ah oo qof walba waajibkii uu ku beegnaa mabuutay wixii kale ee degaanadeeda ama shaqaafaha maalaadi ka jirtana sidaa iminka aynu u faydanay aan ugu wada faydanno
وأنا أقول لك أنت أنه نقول واحد شوي لا هي فقط تلقوا بها المتعمدين بجزيرة الجهاد أبدا سلكا صاري مصاحب هذا اللي سلكا صاري معي وحن حسي يا عقاشة يا سلادين تا يا وحقارتك انتي هل كان شوكتي انت سوق المتيبة وحن حسي يا علماء وحن حسي يا حبنها بارلمانكا وحن حسي يا قولتي ذا وحن كان نقوم نحط علينا يا حلي بانا ذا قولها ديغانكا وحن كان نقوم نحط علينا يا مامولكا قبلكا عيدا مضى حزبي حزبي هذا معارض كي هل كان شوكا وأن كفر حسنا يا دان حكومة دي قرنك تلاتك عانتك كويسين هاي إذا ماذا أما دل يرادا يسود عدايا بيراها آقا تشوكتان لقودة قالمي إذا ما نقيني لكن جالشا يا دان ما أنت كمتران أضي يا عاقل يا ننقربوض أنو حبني أنو مشكلة داو حبني أولي ريش تنضو ولا مكاوح الله إن هاي كل أروثنا ورب بحينا قاف كلهم رب بحينا إلى قلبته يوسوس الشيء إنا أنك سيدي المشرك أوجب رأني دور كي هري هل كان مدحوين يقولوا وزير رب هل كان يسوي ما دين ولا يعشي لي سرابين تي أيام كيسو كسو كل مدين محمد نب آدي آدي باهن أيلو باهن هاي أوان كارسيل يا ugu dambayn wasiirka wasaaradda diinta iyo qofta Soomaaliland iyo bahda gasoorka ayaa si wada jir u dhaariyay dhinacyada diratu dhaxmartay iyaga oo balan qaaday in ay u hoggaansamayaan amarka Ahmed Maxamed Ibrahim Boqore CBTV Burco واو اسبيل كيسو في عيسى حبيبي متكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبعد تومبات كوش بنكرتها